السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقول لكم صباح الخير، عشان دلوقتي الساعة 2. عاملين ايه يا جماعة؟ طبعا احنا عملنا اللايف الساعة 11 وخلصنا وتمام التمام. بتعمل ايه يا كابتن ابو النور دلوقتي؟ بنعمل اللي نتراهن معاكم ان اغلب مربين الكلاب بيعملوه. مربين الكلاب بيعملوا ايه؟ مجانين. مجانين ازاي؟ تبص تلاقيه ممكن يقوم الساعة 2 بالليل او 3 بالليل، ثلاث حاجات: كوباية الشاي، ازازة المية، علبة السجاير. ونتراهن معاكم على الكلام اللي بقوله ده، ويجوا طالعين لافين على الكلاب بتاعته. لو انت حاطط كلابك على سطح، يجي تلاقيه طالع على السطح كده بالليل في الوقت المتأخر ده، وعياله نايمين واهله نايمين، وطالع يلف يشوف الكلب بتاعه عمل ايه وكل وشرب ولا نظامه ايه. طبعا انا يا جماعة عملت كوباية الشاي بتاعتي اهيت، وخدت ازازة المية معايا، ودخلت نلف في العنبر اللي فيه الكلاب. ونتراهن معاكم ان في الميعاد ده بالظبط اغلب مربين الكلاب اكيد عند كلابهم في الميعاد ده، تمام؟ طبعا بيعملوا ايه؟ ما بيعملوش اي حاجه، قاعدين. لو معاه نت وفتح التليفون، فتح الواي فاي وقاعد يلعب على النت، والكلب بتاعه جنبه او قاعد قدام اوضه الكلب، ويا عيني متذنب، ممكن يقعد له ساعتين ثلاثه. شغل مجانين صح؟ طبعا انا دلوقتي دخلت العنبر، على فكره لابس الجزمه البوت، تمام اهي. طبعا ديت انا بلبسها علشان لو في ميه ولا في اي حاجه، و بتخش تنظف، مع ان انت لسه منظف من ساعه، بس تطلب معاك ان انت تنظف تاني. النظافه للكلاب مطلوبه، شيء مهم جدا. نظافه المكان عندك والريحه هو نجاحك، هو نجاحك في تربيه الكلب، لان الكلاب ما بتحبش الريحه الوحشه والحاجات دي كلها، والا ان هي بقى تطلب الطبيعه اكتر من ان هي تعيش معاك. تعالوا بقى ناخد كوبايه الشاي بتاعتنا ونلف ونشوف اخبار الكلاب بتاعتنا ايه، تمام؟ طبعا شايفينهم نايمين اهم يا جماعه، تمام. هنفرجكم بقى على مشهد جميل جدا هيبسطكم. ادي بس ايه، طبعا نايمين اهو، تمام. هنا نايمين اهو، شايفين سلطانة جوه. تعالوا بقى نروح لكلب احنا كلنا بنحبه، كل المشتركين اللي معانا على القناة بيحبوه. نيجي نقعد جنبك يا صاحبي، لان بيني وبينك انت قعدتك احسن من قعدة اي حد في المعدة. غضب، غضب يا جماعة، كلب بيتبول، تمام. ايه ايه، بس اقعد بقى، غضب كلب بيتبول، بس عيب بقى. طبعا الكلب ده بيحبني جدا لدرجة ما حدش يتخيلها، بس عيب، بس اقعد بقى. عيب طبعا، يحبني جدا لدرجة ما حدش يتخيلها، بس اقعد. شاطر. طبعا يحبني جدا لدرجه ما حدش يتخيلها، تمام. ايه يا عم بقى، انا هنقوم ونسيبك. اول ما بخش نقعد جنبه، طبعا تبص تلاقيه مبسوط جدا ان انت قربت منه. استنى بقى عشان الكاميرا، بص الكاميرا، بص الكاميرا اهي. وبعدين بس بس خلاص بقى. ايه، طبعا كلب مجرم جدا، مجرم جدا، والحمد لله في نسبه شراسه محدش يتخيلها، علشان كده احنا رابطينه، تمام. بس شاطر 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 شاطر. علشان كده احنا رابطينه، وفي نسبه شراسه عاليه جدا، واللي ما بيتغابى بيتغابى يعني بصراحه، ولو تنح مع كلب ما بيسيبهوش. عايز ايه من الدنيا غير ان انت تنك قاعد كده بالليل في وقت زي ده مع كلابك كده، وبتطمن عليهم وبتطمن على صحتهم، تمام. وتشوف اخبارهم ايه. هو ايدك كده، خلي بالك انا كده هنزعل منك. ايه بس بقى، اقعد اقعد. شاطر انت كده، مبسوط.
طبعا غضب ناس كتير بتحبه معانا على اليوتيوب. كلب فيه نسبة غباء رهيبة. مش معنى كده ان الكلاب البيتبول كلها كده، لا على فكرة، حسب تدريبك وحسب تربيتك للكلب يا عم خلاص بقى. وعلى فكرة شايفين الناس اللي بتقول لك البيتبول هو بيغدر بصاحبه، شايفين دي كمية حب؟ الكلب فرحان جدا ان انا قاعد معاه. وبعدين اقعد بقى، فرحان جدا ان انا قاعد معاه تمام، ومبسوط جدا. ايه بس بقى عيب خلاص. بص الكاميرا، بص نقوم نسيبك ونروح لكلب تاني. طبعا قعدتنا ديت مش سهلة على فكرة، معنى ان انت تقعد في مواعيد زي دي كده، الساعة 2 دلوقتي داخل على 2:30، لما تقعد في مواعيد زي دي كده في وسط الكلاب وتطمن عليهم وتطمن على اخبارهم وتشوف اللي نايم وتشوف اللي صاحي وتشوف مشاكلهم الصحية ايه، طبعا دي في حد ذاتها دي حاجة كبيرة، حاجة احنا كلنا كمربين كلاب بنحبها جدا وبنحب نقرب من الحاجة دي جدا وبنبقى مبسوطين جدا. شوف كمية المحبة اللي الكلب انبسط جدا لما لقاك داخل عليه بالليل وبتقرب منه. بس بقى مبسوط طبعا جدا. لا هناك، يلا طبعا حاجة يا جماعة الواحد مبسوط بيها وفرحان بيها، ان انت تقرب كده من الكلاب وتقعد معاهم. على فكرة الناس اللي شغالين معايا موجودين معايا في المزرعة، بس طبعا دلوقتي هم نايمين. و تطلب بقى معاك، تطلب معاك انت كمربي، مش شرط ان انت يكون معاك ناس بتشتغل، مش شرط ان انت يكون معاك ناس بتساعدك في الاكل والشرب والرعاية والتنظيف، بس لازم انت بنفسك تخش وتطمن وتعرف ايه الاخبار وتعرف نظامهم ايه وتعرف فيهم ايه وتعرف الحالة الصحية بتاعتهم ايه تمام. دي برضو بس 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 بقى طبعا ما بيتسلقوا ان حد يقرب منهم، وبيبقوا مبسوطين جدا وفرحانين طبعا بان في حد. ايه شاطر 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 شاطر. بس بقى طبعا بتفرح لما تشوف المنظر ده، وبتفرح لما تكون قريب من حاجة بتحبك بجد من قلبها، غير اللي بيحبك بنفاق او بيحبك اشتغالة او بيحبك عشان مصلحة تمام. طبعا عايزين ايه تاني يعني، احنا عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ على فكرة يا جماعة احنا نحسد نفسنا على اللي احنا فيه على فكرة والله العظيم. يعني الناس اللي بتربي كلاب ديت او بتحب تربيه الكلاب، صدقوني بيبقى ليه حاله خاصه، ليه في حاجه هو ناقصاه بيكملها تربيه الكلاب. ايه يا رجاله طبعا مفيش مكان في وسطيكم، اخش اقعد معاكم. دخلت دلوقتي جبت ميه، نظفت الاماكن، كان في حمامات في الارض لميتها وشويه رابس صغيرين على شويه ميه طبعا، وقلبتهم كويس وجيت رششهم في العنبر وجيت كنسهم تمام. وطبعا خليت العنبر ريحته كويسه وريحته حلوه، مع ان احنا في جو ليل، ما احنا ممكن نقول نخليها الصبح، بس دي
سبحان الله. وسبحان الله اي حد مربي كلاب لما يطلع يتن طول الليل ينظف الكلب بتاعه ما يحسش بالتعب وما يحسش بالمجهود. ليه؟ لان انت بتعمل حاجه انت حاببها، بتعمل حاجه انت مبسوط بيها. دلوقتي بقى يا جماعه خلاص يعني كده كويس المده ديت تمام عشان ما نطولش عليكم، احنا كده اطمنا اهوت. احب اقول لكم بقى تصبحوا على خير، تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس اللي معانا على القناه. ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.